معانا النهارده موهبتين في عالم البولي اللي بيميزهم الطول والتركيز وحبهم للنادي الاهلي وحصولهم على المركز الاول في جميع البطولات. هنا في صاله الشهداء هنشوف نجومنا بيعملوا ايه في حلقه جديده من نجم على الطريق. تابعونا. ودلوقتي جه لقائنا مع جينا متولي كابتن فريق 12 سنه. اهلا بيك يا جينا. اهلا بيك، انا فرحانه ان انا مع حضرتك النهارده على شاشه قناه النادي الاهلي. احكي لنا في البدايه يا جينا، بدات لعبه البولي ازاي ومين حببك فيها؟ انا بابايا في الاول خالص كان بلاي ميكر في نادي الزمالك، وبعد كده بقى مدرب، فهو اللي اقترح علينا ان احنا ندخل لعبه الفولي. كلنا يعني انا كل عيلتي بتلعب فولي، فبابايا هو اللي اقترح علينا ان ندخل فولي، واللي حببني في الفولي اكيد بابايا حببني فيها، وكابتن كريم مجدي كان مدربي من وانا عندي 6 سنين، كان بيمرني من وانا صغيره قوي لحد السنه اللي فاتت كان مدربي، فضل مدربي لحد فتره طويله قوي. كان في الاول خالص كان بيمرني على الحيطه، وفي مره جيت قلت له يا كابتن حضرتك ليه بتمرني على الحيطه؟ ليه انا مش بلعب في الملعب زي بقيه الفرقه وكده؟ فقال لي علشان تبقي لعيبه لازم الاول تتمرني على الحيطه. فالجمله عجبتني، فضلت يعني اجتهد قوي في التمرين علشان العب، فهو اللي علمني كل حاجه، علمني صوابع بجر، السيرف، الديفنس، استقبال، ضرب، علمني كل حاجه. بس السنه دي حصل تغييرات، يعني جت كابتن يسرى عبد الكريم وكابتن نجلاء فوزي، هم جم مرنوني السنه دي، حصل تغييرات، فكابتن كريم مرن الفرق الاقل مني شويه، وكابتن يسرى عبد الكريم وكابتن نجلاء فوزي هم اللي جم مرنوني السنه دي. طبعا رفعوا من مستوايا جدا، بقيت بضرب احسن، بقيت باخد ديفنس يعني اقوى واحسن بكتير، بقيت باخد بلوك، بلعب سيرف احسن بكتير من ما كنت بلعب. وكابتن نجلاء برضو وكابتن يسرى بيعاملونا حلو قوي ومرنوني كويس جدا، وكان عندهم هدف ان هم يخلوني حاجه كويسه. طب احكي لنا برضو بتتمرني كام مره في الاسبوع؟ احنا بنتمرن كل يوم، عندنا يوم السبت بيبقى فيه ماتشات فبنتمرن كل يوم. ممكن لو اتمرنا كويس قوي بناخد حد وثلاث اجازه، لو ما اتمرناش كويس قوي بناخد الحد بس وبنتمرن بقيه الايام. وتوفقي ده ازاي ما بين الدراسه والتمرين؟ بوافق ما بين الدراسه والتمرين ان انا برجع من المدرسه بروح البيت، اي هوم وركس ورايا بعملها، ممكن لو يعني عملتها كويس وخلصت الهوم وركس ورايا ممكن اقعد على الموبايل شويه، بعد كده مامتي بتيجي تنبهلي عشان اروح اتغدى وكده، وبعد ما اتغدى البس واروح التمرين وبرجع، يعني برجع بقى ايه اقعد في البيت عادي، وممكن انام بقى عشان يبقى تاني يوم مدرسه وكده. قولي لنا ايه البطولات اللي انت اخذتيها مع النادي الاهلي؟ كام بطوله؟ اخذتيها امتى؟ يعني انت عندك كام سنه؟ احنا اول بطوله يعني اول مره العب فيها على مراكز كانت السنه اللي فاتت تحت 12 سنه برده، بس كنت مع 2006 اللي هم اكبر مني بشويه. خدنا المركز الاول الحمد لله، كسبنا كل الفرق، بس بقيه السنين كنا بنلعب مهرجان عادي، كان كله بياخد نفس الميداليه، يعني كان ما كانش فيه مراكز، بس احنا كنا في المهرجانات دي كنا الحمد لله كنا بيتقال قدام الناس ان الاهلي كسبان كل ماتشاته، بس قدام الناس يعني كميداليات وكده كان كله بياخد ذهب وكده، علشان ما كانش فيه مراكز، كان المهرجانات وكنا صغيرين وكده، فكان بيتقال قدام الناس ان الاهلي كسبان كل ماتشاته والاهلي واخد اول، بس كميداليات كان كله بياخد نفس الميداليه. اول بطوله اخدها كانت السنه اللي فاتت مع كابتن كريم مجدي، خدناها الحمد لله، كسبنا كل ماتشاتنا والحمد لله خدنا اول وخدنا الكاس. مين مثلك الاعلى محليا وعالميا وليه؟ محليا ايه الشامي، نفسي ابقى زيها قوي. وعالميا في ولد بيلعب في اليابان اسمه نيشيدا، مركز اتنينات اشوى، يعني نفسي ابقى زي ايه الشامي علشان هي اخذت بطولات، فنفسي ابقى زيها ونفسي ابقى لعيبه كويسه. ونشيدة برضه هو واقف نفس مركز كابتن ايه الشامي، فانا نفسي برضه ابقى زيه، ما شاء الله عليه هو قوي وجامبه عالي واخد احسن اتنينات في افريقيا، فانا نفسي ابقى زيهم قوي ان شاء الله. وقت الاجازه بتعملي ايه بعيد عن التمرين ولعبه البولي؟ وقت الاجازه يعني بعمل حاجات كتيره، ممكن بروح البسين، ممكن بلعب تنس، يعني بابايا معلمني التنس ومعلم كل اخواتي تنس. تنس يعني محترفه تنس؟ بتلعبي تنس كويس جدا زي الفولي؟ بلعب كويس قوي زي الفولي، بس بابايا كان اقترح عليا ان هو يدخلني في التيم بتاع التنس، بس انا قلت له لا انا عايزه الفولي، فبروح العب التنس فور فون يعني.
فخورين بيكي هنا في البيت، سواء من كبيرنا لأصغرنا، يعني من عمر الكبير لحد لوبي الصغيرة، كلنا هنا فخورين بيكي جدا، وكلنا هنا بتشجعك، ولو احتجت أي حاجة احنا في ظهرك. واستضيفونا بقى مرة كده، نبقى احنا الاثنين مع بعض في برنامج واحد بقى، وعقبالي يا جيني لما تلعبي معايا في الفيرست تيم وتبقي كروسي. جينا، بتستعدوا ازاي قبل اي بطوله مهمه او قبل اي ماتش مهم، نفسيا ومعنويا؟ نفسيا الكابتن يعني بيعملوا معانا ميتنج، بنروح نقعد مع بعض، بيقعدوا يقولوا لنا الفرقه سهله، احنا قدها نكسب، وبيشجعونا كويس قوي، وبيقعدوا بقى يقولوا لنا الفرق بتلعب ازاي علشان ناخد عليها ونقدر نلعب على حسب ما الكابتن قايلين لنا. يعني بيقولوا لنا البنت دي بتلعب مثلا في الحته دي، لازم نقف عشان نستعد لها وكده. بيقعدوا يشجعونا، بيقولوا لنا ما تخافوش، الفرقه سهله جدا، مش محتاجه اي قلق خالص ولا خوف. فده بيدينا فايتنج جامد قوي ان احنا نبقى قدها ونكسب ان شاء الله. اما معنويا يعني بنتمرن كويس قوي، لو ماتش مهم بنتمرن كويس قوي، يعني ممكن ما ناخدش اجازه، او ممكن ما ناخد اجازه يوم واحد بس في الاسبوع. احنا دلوقتي بناخد يومين، فبنستعد لها كويس قوي. بيمرنونا الكابتن بيمرنونا على الديفنس، استقبال، ازاي نضرب من ايد البلوك عشان ما يجيش فيها مثلا وتتاخد مننا بلوك او اي حاجه، ازاي نجيب ايس بالبوينتس بالسيرف، ازاي نستقبل الارسالات الصعبه اللي بتيجي من الفرق الثانيه. وبيقولوا لنا طبعا ان اهم حاجه اللي بتساعد اللعيب ان هو يبقى ماشي في الفولي كويس ويجيب بوينتس ويبقى حاجه كويسه هو السيرف، لازم نحافظ عليه وكده. فبنستعد كويس قوي للحاجات دي، ولما بنستعد لها كويس وبنلاقي في حاجات كويسه ممكن ناخد اجازه يومين او حاجه زي كده. طب جينا، ايه هدفك الفتره الجايه او طموحك، يعني الحاجه اللي نفسك تحققيها في لعبه البولي؟ في لعبه الفولي نفسي ان شاء الله ناخد الكاس السنه دي ونطلع مركز اول. احنا عندنا فاضل لنا اسبوعين بالظبط ونخلص الفولي خالص وناخد اجازه، بس يعني الاسبوعين دول فيهم اهم ماتش، ماتش دجله الف، يعني بنسميه كده كماتش الكاس، لازم نكسبه علشان ناخد الكاس وميدالية الذهب ان شاء الله. احنا لحد دلوقتي كسبانين كل ماتشاتنا زينا زي دجله، فاحنا ان شاء الله نبقى احنا ان شاء الله احسن ونقدر نكسبهم ان شاء الله. فانا يعني في الفتره الجايه دي نفسي ناخد اول ان شاء الله وناخد الميدالية ان شاء الله. تحبي تشكري مين او تحبي تقولي ايه في الاخر؟ احب اشكر مامتي قوي علشان بتتعب معايا في الفترات الاخيره دي قوي، بيبقى عندي ماتشات بتيجي معايا بتشجعني، وبحب دايما طبعا اشكر بابايا علشان برده بيساعدني في حاجات، فانا بحب اشكر مامتي وبابايا قوي. بالتوفيق ان شاء الله يا جينا، وان شاء الله تحققي كل اللي نفسك فيه وتاخدي البطوله السنه دي باذن الله. ان شاء الله. ميرسي يا حبيبي. ودلوقتي معانا كابتن نجلاء فوزي، مدربه كره الطايره بالنادي الاهلي ومنتخب القاهره. اهلا بحضرتك يا كابتن. اهلا وسهلا. اهلا بيك كابتن نجلاء. في البدايه احكي لي ايه مواصفات اللاعب المثالي للبولي؟ والله في عده عناصر بيتم اختيار اللاعبات عن طريق كذا عناصر. اولا لازم يكون اللاعبه او اللاعب طويل القامه، تمام. تاني حاجه لازم يكون عنده فوتورك عالي جدا او رد فعله بيكون عالي. فبنحتاج العناصر دي بتبقى اساسيه لاختيار لاعب الكره الطائره. بس حاليا دلوقتي بعد ظهور الليبرو، فممكن بنحتاج لاعبات قصار القامه بالذات بسرعه حركتهم في الملعب. فالحمد لله ان احنا بنقدر دلوقتي ناخد نختار عناصر الفرقه بالطويل والقصير بقى ليهم كذا مكان يعني في الفرقه. قول لنا يا كابتن، ايه مميزات جينا وهي عامله ازاي مع زمايلها في الملعب يعني وفي التمرين؟ جينا متولي لاعبه مميزه جدا عندنا في الفرقه، وهي كابتن الفريق. لاعبه عندها طموح عالي جدا، لاعبه عندها خبره. طبعا هي كانت في الفريق، احنا فريق 12 سنه، والحمد لله ربنا اكرمنا بفوز جميع المباريات 3-0. فاللعبة جينا بتتميز بالقوه، وبتتميز ان هي عندها خبره عن البنات شويه، ان هي لعبت السنه اللي فاتت في التوتال 12 سنه بس ما كانتش لاعبه اساسيه في السنه الماضيه. النهارده لاعبه اساسيه ومن العناصر القويه جدا جدا عندي في الفرقه، ولاعبه قويه جدا، بتتميز بالضرب الساحق وتتميز بالارسالات الساحقه اللي كانت السبايك او الفلوتر. لعيبه تقدر تعتمد عليها في المباريات ان شاء الله. كابتن نجلاء، ازاي بتجهزوا النجم قبل اي ماتش مهم او بطوله مهمه؟
والله احنا بنأهل دايما لعبتنا نفسيا قبل اي شيء، ان احنا بنأهلهم، ان احنا بنعمل، احنا بدأنا فترة الاعداد بتاعتنا من شهر 6 الماضي لحد ما بدأنا نلعب المباريات الرسمية. عملنا اكتر من مباراة ودية مع اكتر من فريق، بنبدأ نعدهم نفسيا ان هم ما يخافوش من اي فريق، وبيعملوا حساب لاي فرقة كانت، اذا كان مستوى ضعيف اقل مننا او اعلى مننا في المستوى. بس الحمد لله احنا فريق الاهلي طبعا معروف عننا طبعا بالبطولات والانتصارات، ففرقتنا دايما طالعة قوية وما عندهاش مبدأ الهزيمة نهائي الحمد لله. دايما بنعودهم على الانتصار، ما عندناش روح الهزيمة، حتى لو ربنا ما اكرمناش في اول شوط بنقدر نخليهم يجمعوا نفسهم تاني ونبدا نلعب على الفوز وبناخد المباراه. ازاي بتبني شخصيه اللاعب سلوكيا او اخلاقيا مش بس مهاريا؟ والله زي ما تعودنا زمان بيبقى فيه احترام، اول حاجه بنعود اللعيبه ازاي احترام كابتن فرقه قبل احترام المدربين، فبنجهز اللاعبات كلها ان ازاي يبقوا تيم وورك، ازاي بنسمع كلام بعض، ازاي ان اللاعبه فيها حاجه اسمها حاضر ونعم لكابتن الفرقه قبل ما تكون للمدرب. طبعا في السن الصغير ده بيبقى فيه غيره شويه، فيه شده شويه، بس الحمد لله رب العالمين احنا انا وكابتن يسرى قدرنا نستطيع ان احنا ندخل حب وروح الجماعه في الفريق من صغرهم، ودي حاجه كويسه جدا بالنسبه للفريق بتاعنا 12 سنه. بس شكرا جدا يا كابتن نجلاء، وانا كنت سعيده ان انا مع حضرتك النهارده. اشكرك وان شاء الله بالتوفيق. اشكرك، ربنا يخليك. ميرسي. دلوقتي معانا نور الصافي لاعبه كره طايره تحت سن 12 سنه. اهلا بيك يا نور. اهلا بحضرتك. في البدايه يا نور احكي لنا بدات لعبه البولي ازاي ومين حببك فيها؟ انا قبل ما ابقى ملعب رياضه كنت بلعب سباحه من 5 ل6 سنين، فده لما ابتديت افكر في رياضه الناس كانت بتقول لي اطلع لعيبه زي مامتي بلعب باسكت، وعشان اخواتي الاثنين الولاد كانوا بيلعبوا فولي، فانا قعدت افكر في الموضوع وكنت يعني جربت الباسكت وانا عندي 6 سنين. وبعدين لما جت الاختبارات كان المفروض اقعد سنه كامله وكنت هتسجل في الفرقه. انا كنت بصراحه محتاره ما بين الاثنين، يعني كنت عارفه اختار فولي ولا باسكت. فبعدين قعدت شويه ولما فكرت مع نفسي وقعدت اتفرج على الفولي وفكرت مع نفسي مره واثنين وثلاثه، خلاص دخلت فولي وانا عندي 7 سنين. وحبيت الفولي جدا ودخلت مع كابتن كريم مجدي. بتتمرني كام مره في الاسبوع؟ على حسب، هو ساعات لما بيبقى الجو وحش كابتن ساعات بتعمل لنا اجازه مثلا يومين على حسب الجو، بس لو عندنا ماتش مهم بناخد اجازه واحده بس اللي هي يوم الاحد اللي هي بتبقى بعد الماتش. بتوفقي ده ازاي ما بين الدراسه والتمرين؟ انا لما بيبقى مثلا برجع مدرسه التمرين بتبقى بالليل، فلما بيبقى عندي هوم ورك او حاجه بعمله الصبح او بالليل لما برجع من التمرين. إيه لو عندي امتحان بقى بحاول ان انا يعني اغيم التمرين، عشان انا بحط يعني بوافق يعني بحط دراستي الاول قبل التمرين. احكي لنا يا نور ايه البطولات اللي انت اخذتيها مع النادي الاهلي؟ هو اول بطوله هو من اول 8 سنين لحد 10 سنين بيبقى مهرجانات. احنا الحمد لله يعني من ساعه ما بدات الفولي انا ما يعني كانوا كاسبين كل ماتشاتنا. السنه دي هتبقى اول بطوله وانا ان شاء الله عندي امل ان احنا ناخد الاول، عشان دي اول بطوله ليا وانا فرحانه وعايزه ابدا يعني بدايه كويسه وعايزه اكسب. وقبل البطوله دي؟ قبل البطوله دي كنت كاسبين كل ماتشاتنا الحمد لله، يعني كنا يعتبر طالعين الاول، بس ما كانش في اول وثاني وثالث، كان كله بياخد ميداليات، بس احنا كنا دايما كسبانين ماتشاتنا الحمد لله. قولي لي مين مثلك الاعلى محليا وعالميا وليه؟ محليا كابتن حمدي صافي هو بابايا، عشان بجد هو كان بيشجعني جدا وعلمني حاجات كتير قوي، وانا هو اللي حاببني في الفولي، وما شاء الله الناس كلها كانت بتقول لي ان هو خد بطولات كتيره وكان احسن لاعب في مصر وفي افريقيا، فانا بجد يعني مثل الاعلى. ومثل الاعلى عالميا تينارا، دي كانت محترفه جايه من السنين في النادي الاهلي، كنت بحبها جدا، مركزها برده كان اربعات زيي، ويعني هي كانت بجد لعبه كويسه جدا وما شاء الله. وقت الاجازه بتعملي ايه؟ يعني بعيد عن الفولي والتمرين. انا كنت بعمل حاجات كتيره قوي. ساعات يعني انا كنت بخرج مع اصحابي. بس اغلبيه الوقت انا كنت بحب ان انا اقعد العب في تايم يعني باسكت وسبورت برده يعني. فانا كنت برضو بلعب بعض العب باسكت وفوليو في مدرسه وكده يعني. بس ما عندكيش هوايات يعني مش بتلعبي مثلا رياضه تانية بعيد عن الفوليو؟ لا. طب هي هدفك الفتره الجايه او طموحك في لعبه الفوليو؟ هدفي الفتره الجايه ان احنا نكسب كل ماتشاتنا، نطلع الاول، وان انا برضو اكون لعيبه كويسه واعمل اللي عليا، وان احنا كمان تعلمنا في نادي الاهلي ان احنا مهما كان يعني الفرقه اللي قدامنا ضعيفه او قويه احنا نازلين نلعب لعبنا واللعب اللي احنا بنتمرن عليه في النادي الاهلي. وانا يعني عندي امل ان شاء الله اني اطلع لعيبه كويسه.
قبل اي بطوله مهمه او ماتش مهم بتستعدوا ازاي نفسيا ومعنويا؟ احنا بنتمرن كويس جدا واحنا كمان بنعمل سكاوتنج على الفرق اللي هناك، الكابتن بتقولنا ازاي هنلعب كده ونتمرن مرتين وثلاثه طول الاسبوع لحد ما نوصل للهدف اللي احنا عايزينه. وحتى لو احنا قدر الله خسرنا، احنا يعني لازم نكون نتشجع بعض وان احنا نكون بنموت على كل كوره اكيد، وان احنا حتى لو خسرنا شوط مش مشكله، نركز في اللي بعده ان شاء الله. يا حبيبتي تحبي تشكري مين او تقولي ايه في الاخر؟ احب اشكر طبعا كل عيلتي، وبابايا ومامتي، جدتي، خالي، جدي، واخواتي كمان. واشكر جدا الكباتن اللي مرنوني وخلنوني يعني انا ما كنتش فاكره ان انا ممكن اوصل للمستوى ده، عايزه اشكرهم جدا، من اول كابتن كريم مجدي لحد كابتن يسرى عبد الكريم وكابتن نجلاء فوزي. ميرسي جدا يا نور، ان شاء الله بالتوفيق وتاخدي البطوله السنه دي ان شاء الله. دلوقتي معانا كابتن يسرى عبد الكريم، مدربة كرة الطايرة بالنادي الأهلي. أهلا بحضرتك يا كابتن. أهلا بيكي. كابتن، في البداية احكي لي إيه مواصفات لاعب المثالي للفولي؟ طبعا إحنا لما بيجي لنا الولد أو البنت في الأول بنبص على طوله، بنبص يبقى لازم يبقى طويل شوية، مستوى طول معين، بيبقى أطرافه طويلة، بيبقى عنده يعني جسمه متناسق، بيبقى عنده رشاقة ومرونة، بيبقى عنده سرعة بديهة، يبقى مصحصح يعني ما يبقاش متكاسل، أو إحنا شايفين مثلا إن هو بدنيا مش مناسب لكرة الطايرة، وبعدين بعد كده بنبدأ نعلمه مهارات كرة الطايرة. احكي لنا كابتن عن نور الصافي، إيه مميزاتها وبتتعامل إزاي مع زمايلها في الملعب؟ الحقيقة نور حالة مختلفة خالص عن بقية البنات لأسباب متعددة يعني، فاحنا طبعا عارفين جدها، هي من عيلة رياضية، جدها طبعا كابتن طه الغنام كابتن كرة السلة، وباباها والدها كابتن حمدي الصافي، ومامتها كابتن رحاب الغنام، خالها كابتن طارق الغنام، واخواتها بيلعبوا فولي، عيلة رياضية. فهي يعني نشأت جوه أسرة رياضية، لما الواحد بينشأ جوه أسرة رياضية، وبعدين هي مش أي أسرة رياضية، وهم كلهم أبطال ونجوم منتخب مصر ونجوم يعني مثلوا مصر كتير ومثلوا النادي الأهلي، فهي البنت من صغرها فاهمة يعني إيه رياضة، فاهمة يعني إيه النادي الأهلي اللي هي بتلعب فيه، فاهمة قيمة التيشيرت الحمراء اللي هي بتلعب بتمثلها. يعني هي البنت دي صراحة بنت مميزة في حاجات كتير جدا، عندها ثبات انفعالي كويس جدا جوه الملعب، لعيب الكرة الطايرة لازم يبقى عنده ثبات انفعالي، عشان في بعض الأوقات بيبقى محتاج إن هو يظبط أعصابه علشان يقدر يؤدي المهارة بشكل كويس. من وهي صغيرة وفرقتها بتعتمد عليها اعتماد يعني لو نقول 50%، فهي من وهي صغيرة وهي شايلة حمل يعني ايه، لازم تأدي أداء ممتاز علشان الفرقة بتاعتها تحرز المكسب في الآخر. هي عندها مواصفات اللاعبات الأوروبيات، مستوى طولها ما شاء الله، ربنا يحميها ويحفظها لمصر ويحفظها للنادي الأهلي والأهلها طبعا. هي بنت طولها كويس جدا، أطرافها زي ما أنا قلت لك في مواصفات لعيب كرة الطايرة، أطرافها طويلة، بنت مصحصحة، تحسي إن ما شاء الله أعصابها كويس، تحسي إن هي عندها طموح وهدف، هي فاهمة هي نازلة التمرين عشان تتعلم النهاردة حاجة معينة عشان بعد كده إن شاء الله ربنا يكرمها وفت. بس احنا طبعا بنمرنه، بيتمرن خلال الموسم على فترات طويله، في اعداد بدني وفي اعداد نفسي وفي اعداد مهاري طبعا. طبعا ايام المباريات المهمه بنبقى قبليها بنشجعه ونقول له انت بتلعب جوه النادي الاهلي، النادي الاهلي احنا عندنا على طول الهدف ان احنا نكسب. طبعا ده مش ضغط عليه، لا، بس عشان هو يبقى عنده ثقه في نفسه وعارف قيمه نفسه، وان هو من ضمن الملايين اللي نفسهم يلعبوا جوه النادي الاهلي، هو يعني اللي بيمثل النادي دلوقتي، فهو عارف ان هو لازم يأدي بقوه. يعني بنحاول نخليهم اعصابهم مرتاحه، نديهم ثقه في نفسهم، وبنعلمهم الفرقه الثانيه بايه نقاط الضعف وايه نقاط القوه عندهم عشان نقدر نلعب عليها ونكسب. ازاي بتبني شخصيه اللاعب اخلاقيا وسلوكيا مش بس مهاريا؟ الحقيقه يعني معظم فرقتنا الحمد لله بنات متربيين كويس جدا واخلاقهم كويسه جدا،
بس يمكن بيحصل بعض المواقف أثناء التمرين أو أثناء المباريات، الواحد بيحاول يعني يبقى مكان والدهم أو والدتهم جوه الملعب. وهم بصراحة البنات علاقتي بيهم كويسة جدا، وأنا بحبهم بعتبرهم زي بناتي، فبدل المدرب واللاعب العلاقة بينهم طيبة، وإن هو بيتقبل منه وبيسمع منه، فممكن يبقى تأثير المدرب على اللاعب تأثير كبير يعني سلوكيا وأخلاقيا وكل حاجة. احنا بنحاول نديهم الحاجات اللي احنا تعلمناها على مدار يعني الوقت اللي احنا قضيناه في النادي الاهلي، يمكن واحنا صغيرين كان مدربينا بيعلمونا، فاحنا بنحاول نرجع اللي مدربونا علمونا للولاد دول. ايه النصيحه اللي حابه تقوليها لاي طفل حابب يلعب لعبه البولي؟ اقول له لعبه البولي لعبه جميله جدا، تعالى بس انت واحنا مستنيينك وهنقابلك كويس جدا، وان شاء الله هنحاول ناسسك ونديك المهاره ونديك هتتبسط، وان شاء الله عشان احنا عايزين نوسع قاعده الكره الطايره جوه النادي الاهلي ونوسع القاعده في مصر عشان نرجع تاني مصر بطله افريقيا ونتاهل للاولمبياد ونتاهل لكاس العالم، فان شاء الله تعالى بس الاهلي واحنا قدها. ميرسي جدا يا كابتن يسرى، وان شاء الله بالتوفيق. ان شاء الله. ميرسي. حلقة النهاردة نقدر نقول أهم دروسها كانت للأهل، إن إزاي يعرفوا إمكانيات أولادهم ويستغلوها في تنمية مهاراتهم، زي ما حصل مع جينا والنور. أهلهم عرفوا أطوالهم واختاروا اللعبة اللي يقدروا يستغلوا فيها الميزة دي. أشوفكم في الحلقة الجاية مع قصة نجاح جديدة في نجم على الطريق.